قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح عصر أمس بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في إعادة الأمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان في استقبال معاليه لحظة وصوله إلى قطاع العمليات الأول بالمنطقة الجنوبية سعادة رئيس الأركان العام للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ومساعد قائد القوات الجوية في الجيش السعودي اللواء الركن طيار عبد الله الغامدي وعدد من كبار قادة الجيش من الجانبين وضباط القوة البرية الكويتية المشاركة، حيث استمع معاليه إلى إجازة مبسط عن الواجبات والمهام التي تقوم بها القوة الكويتية المشاركة. بعد ذلك توجه معاليه والوفد المرافق له إلى قطاع العمليات الثاني، وكان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله القفاري وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة. ثم وجه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح كلمة للقوات المشاركة قال فيها: إخواني تشرفت اليوم المبارك أني أقضيه من الصبح إلى الآن في مملكتنا الغالية. بدأنا الصبح في استضافة مؤتمر التحالف الإسلامي الأول مكافحة الإرهاب، وحضر أكثر من 40 وزير دفاع في الرياض بإشراف وتنسيق وضيافة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. البداية طبيعي أنقل تحيات سيدنا صاحب السمو وسيدنا سمو العاهد سيدنا سمو رئيس مجلس الوزراء اللي حملوني لكم تحياتهم وسلامهم، وكان حارص الله يحفظه صاحب السمو أني أمر على عياله، لذلك خلينا سعادة رئيس الأركان والقادة الأخ أحمد المنصور يطلعون من الكويت إلى جيزان منتظري هناك. يجوز اني بتاخر في الرياض لكن لازم احد فينا يكون بينكم مدام وصلنا لهالارض الطيبه. الله يجزي خير صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حملني سلام لكم، وقلت له والله وانا اقصدها ان انا رايح لعيالك يعني ما لعيالكم يعني ما فيها من كل الشكر والتقدير للقيادات العسكريه في المملكه العربيه السعوديه. اما بما يخص صاعد هالقاعدة هذا صار مو منا وفينا، صار على ما قال انطلنا شهر ما شفناه ولا احنا عليه. الله يستر عليكم ويحفظ خليجنا ويحفظ مملكتنا، وكلنا ترى جنود لقادتنا. ربنا ان شاء الله يكتب ما فيه الصالح، وانا كل ثقة انكم ما شاء الله معنويات عالية بين أهلكم مشكورين. تأتي هذه الزيارة بعد حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والمنعقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.